زي ما انت قلت برضه عمر، في الفترات الاولى اول مباراتين كان الكابتن حسام البدري كان بيشتكي من عدم وجود معسكر طويل اللعيبه على المستوى البدني والفني بسبب طبعا ظروف كورونا مش موجودين. ده اتغير 180 درجه دلوقتي، كل اللعيبه حتى على مستوى الدوري اللعيبه محترفين محليا يعني مستواهم عالي جدا. وقفت عند اسم معين عمر بالنسبه للقائمه، ولا بالنسبه لك الامور كانت يعني مش انتقاد للقائمه، لكن هل في اسم وقفت عنده؟ لا يعني انا في شايف في بعض اللاعبين ممكن كانوا بعيد حتى في انديتهم، زي محمد فاروق مثلا، هو لعيب جيد لكن في النهايه ما كانش مشارك بشكل قوي طول الفترات اللي فاتت. فانا دايما بفضل اللاعب الجاهز، يعني ممكن دايما الجهاز الفني لمنتخب مصر له الحق في الاختيار وله الحق ان هو يدافع عن اختياراته كمان، وان هو اللي هيتحاسب في الاخر. لكن في النهايه في حاجات بتبقى غريبه شويه، يعني مثلا لعيب زي محمد فاروق اعتقد انه كان بعيد شويه الفتره اللي فاتت، وبالتالي المفروض المدرب بيفضل اللاعب الجاهز. ممكن يكون المدرب في حساباته حاجات تانية، زي فكره يقول انه ده من القوام اللي انا كنت مختاره من الاول وببقى حاطط اختيار اول وتاني وتالت، فممكن فاروق كان منهم فانا ضميته. بس يعني دايما انا بفتكر انت بتقول مقوله كده دايما بالنسبه لاختيارات قائمه المنتخب، ان افضل اللاعبين في الفتره اللي بيتم فيها الاختيار، مش على مستوى يمكن قبليها او حتى على مستوى التكهن انه هيكون كويس يعني او تاريخه مع المنتخب. صحيح. يعني انا بالنسبه لي الفكره كلها انا هختار اللي هيكسبني. كل المنتخبات في العالم بتعمل كده، كل المدربين في العالم هو بيشوف اخر فتره قبل المعسكر فيها ايه، بيستبعد الاصابات. ده بالتاكيد لما لا قدر الله في لعيبه عندها اصابات بيبتدي يشوف البدائل بتاعتهم، لكن الاولويه للي جاهز في الملعب، اللي رجله في الملعب، خبراته الدوليه. ممكن يكون في لعيب كان بيلعب منتخب فترات طويله لكن مش جاهز، فما اقدرش اقول اصله عشان خبراته فانا هاخده. طب ما انا ليه ما اخدش اللعيب الجاهز؟ وبعدين امال انا هطلع لعيبه زي المنتخب مصر؟ صحيح. يعني انا مثلا لو رجعنا شويه مش بعيد، يعني كابتن جوهري كان لما كان موجود الله يرحمه في قياده منتخب مصر كان ممكن توصل بيه انه لو لعيب حاسس انه مش جاهز بياخده يمرنه لوحده وبيتابعه لوحده وبيحاول ياهله انه يكون موجود علشان يقدر يؤدي دوره وسط المجموعه. لكن انا ممكن بتابع كل مباريات الدوري، لكن في بعض الاختيارات يعني مش عايز برضه اظلم محمد فاروق في النهايه موجود في منتخب مصر ولهم كل الدعم كل اللعيبه اللي موجوده، لكن كنت اتمنى ان دايما يبقى الاختيارات للعيبه اللي رجلها في الملعب واللعيبه اللي بتقدم اعلى مستوى في الفتره اللي قبل المعسكر على طول. صحيح.